دي معلش اسلام انا اسف. لا طبعا اللي حكاوي دي هي الحلو. انا ماشي في الطرقه في المعسكر كنا في المكسيك وبعدين اوضته كانت مفتوحه والسجاير دي طبعا كان حريقه الحريقه وبعدين انا خبطت كده ودخلت فقال لي عبد الظاهر تعالى ادخل نضاره وماسك القلم طبعا خير يا كابتن حضرتك ما نمتش احنا صاحيين نصلي الفجر يعني هو ما نامش عشان عبد الستار الانكل بتاعه اتلوى بيقول لي هنعمل ايه بدور على ملعب اتمرن عليه تاني قاعد للفجر بيكتب وعمال عايز يدور على ملعب ولا يدور على حد ياخد مكان عبد الستار انت خلي بالك عبد الستار له صوره والكابتن حاطط على رجله وهو بيربط له البرنتاج بتاعه ده مشهوره جدا يعني هو كان شغال دكتور وشغال كل حاجه وخبير نفسي وكل حاجه واوضه لبس يعني هو اللي يحط لك الرقم هو اللي يجيب لك اللبس لحد اللي عندك ورقم 2 ده كان له حكايه معايا برضه ان انا لبست رقم 2 2 دي ابراهيم حسن انت عارف يعني ايه ابراهيم حسن طبعا وما ادراك الكابتن ابراهيم حسن يعني فاهمني ابراهيم حسن يعني انت هتلبس رقم 2 وانت جاي من المنصوره هتلبس كابتن منتخب مصر هتلبس نمرته عشان هو كان موقوف ايوه فالنمره بتاعته فالكابتن اختار ان هو يديها لي انا فبرضه دي كانت حكايه كبيره جدا وكلمت الكابتن ابراهيم قال لي يا عبد الظاهر انا عارف هم متفقين مع بعض ان هو يديها لي في البطوله لا 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 98 ده بالنسبه لي يعني انت عارف يعني حاجه نقطه مهمه جدا في المشوار.